واحنا بنتكلم عن الشغل والستات، كان نتكلم عن قعدة البيت ولا الشغل اساسا. بقى نجيب من الاول بقى اصلا بقى، لان دي حاجة ستات كتير وبنات كتيرة بقى جدا جدا تبقى محتارة فيها. اقعد في البيت وابقى هانم هنومة ومشيلش اهم حاجة، ويا دوب هم بقى على قد جوزي وعلى قد الولاد اللي هخلفهم، وتبقى الحياة كده مقفولة عليا، ولا انزل واشتغل واعمل كارير واحقق ذاتي ويبقى عندي دخلي الخاص ويبقى عندي حياتي الموازية ليا، الموازية لحياة بيتي يعني او لحياتي الشخصية. كل الحاجات دي بتبقى البنات محتارة فيها جدا جدا. بس انا برضو عايزة اقولك على حاجة انت لازم تعمليها، يعني قبل ما تفكري انت تبدأيها بقعدة في البيت، يعني اوعي ابدا تقولي الجملة بتاعت انا هتجوز واقعد في البيت، او انا خلاص انا هخلص تعليمي واقعد في البيت. ما تعمليش كده لانك هتندمي جامد جدا بعد كده. الشغل بيحقق لك كل حاجه نفسك فيها، وما تقفليهاش على نفسك من الاول. انزلي جربي اشتغلي الاول، شوفي هتقدري على الشغل وعلى مسؤولياته، على النزول كل يوم وعلى الالتزام بتاعه ولا لا. يعني مش من بدايتها كده انا هقعد ومش هعمل حاجه، لا جربي، ويمكن تعملي حاجه كمان بتحبيها، ما تبقاش محتاجه مواعيد محدده، فهتفرق اكيد معاكي كتير. فجربي تشتغلي بدل ما تاخديها من اولها كده وتقعدي في البيت، لانه زي ما قلت لك الشغل هيخليكي عندك ثقه في نفسك، مش هتحسي بملل. مش كل خطوه مثلا، في كل خطوه كمان نجاح هتحسي قد ايه انت قويه وبطله وقادره ان انت تحققي، وقادره ان انت تتجاوزي حاجات صعبه وتقفي كمان فوقيها، تعلي اكتر واكتر. كمان حته ان انت تعرفي توفقي بين بيتك وشغلك، ده بيبقى تحدي عند الست. لما بتعرف تعمله بيبقى لذة كده، احساس غريب، يعني اللي هو انا شاطره في الحمد لله في كل حاجه، انا قادره اوفق بين هنا وبين هنا، هنا ماشي كويس وهنا ماشي كويس. في ساعات حاجات تقع مني هنا وساعات حاجات تقع مني هنا، ولكن في العموم انا بقدر يعني الم الدنيا والدنيا تبقى ماشيه معايا تمام. في دراسه اكدت ان الست اللي بتشتغل نفسيا بتكون افضل، واحساسها بنفسها احسن بكتير من الست اللي بتكون قاعده في البيت. وكمان بيكون عندها 5 ميزات مش عند الست اللي بتكون قاعده في البيت. يعني اللي قاعده في البيت بيبقى تفكيرها شويه متركز على حاجات معينه، متركز على طلبات البيت، متركز على هعمل اكل ايه النهارده، متركز على الولاد، متركز على هغير لون شعري. يعني بيبقى الموضوع الى حد ما محدود في اطار ال4 حيطان اللي هي عايشه فيهم. وعلى فكره دي مش حاجه وحشه، بس هي الفكره في ايه؟ انه انت لما بتشتغلي ده بيخليكي تتعاملي مع العالم الخارجي. يعني بدل ما انت شايفه العالم الخارجي عن طريق التليفون بس، عن طريق السوشيال ميديا بس، لا انت بتتعاملي مع الناس، بتحتكي بالدنيا، بتاخدي خبرات، بتكتسبي خبرات، بتتعرفي على ناس اكتر، بتعملي قاعده علاقات، حاجات كتير جدا جدا بيها ممكن تقدري تهتمي ببيتك وبأسرتك أكتر. هتبقي واعية لحاجات ممكن تكون بتحصل بره البيت انت ممكن تكوني مش مدركة انها ممكن تكون بتحصل على أرض الواقع، بالرغم من انك بتتفرجي على مسلسلات وعلى أفلام وعلى أخبار وعلى كل حاجة. انما ساعات كتير الواحد لما بيعزل نفسه في البيت شوية بيتخيل ان كل حاجة بيشوفها على الشاشة هي مش حقيقية، هي مجرد خيال، سواء بقى خيال علمي، خيال اجتماعي، خيال عاطفي، المهم ان هو خيال. فلا، لما بتنزلي وبتصطدمي بالواقع تشوفي حاجات تانية، عينك بتفتح على حاجات تانية، تقدري تاخدي بالك في حاجات في حياتك سواء ليها علاقة ببيتك أو بجوزك أو بولادك أنت ما كنتش هتاخدي بالك منهم وأنت قاعدة في البيت. هيضحك عليك بسهولة، يعني في الحتة دي ممكن ولادك يقولوا يا مامي بقى معايا مش عارف إيه، ما كل الناس بتعمل كده، وأنت مش عارفة هي كل الناس بتعمل كده فعلا ولا لأ، عشان مش عايزة ولادك يزعلوا منك فهتوافقي. فلازم تكوني واعية أكتر. برضه ربة البيت بيكون عندها مثلا وقت معين تعمل الأكل فيه، يعني بتقوم مثلا من النوم متأخر تقوم تعمل الأكل، أو تقوم بدري وتعمل الأكل، بس بعد كده خلاص يعني بيبقى في حاجات كتير قوي هي مش عايزة تعملها أو بتكسل إنها تعملها، فنشاطها بيقل، صحتها ممكن تكون مش قادرة إنها مثلا تهتم بيها، تنزلش جيم، تعملش رياضة، بيصيبها الكسل. من الاخر كده خلينا نكون واضحين، بتبقى ممكن تبقى كسوله اكتر.
فلو انت بتشتغلي وقتك وحياتك هيبقوا منظمين، مش هيبقى عندك وقت ان انت تقعدي تريحي كتير. هتبقي بتنزلي بتنزلي تروحي تشوفي شغلك، بترجعي البيت عايزه تلحقي تعملي اكل، لو انت مش عامله اكل من اصلا من قبل ما تنزلي تشوفي الولاد عندهم ايه، جوزك ناقصه ايه، فدايما دينامو دايما بتتحركي. فالفكرة ان انت بتتحركي دي هتعوضك بقى عن الملل، عن ان تصابي بالكسل، ان انت جسمك يتعب من كتر القعده. فخدي بالك من الحاجات اللي زي دي. وكل اللي انا بقوله ده على فكره في حاله من الاتنين، يا اما لسه ما اتجوزتيش ولسه قاعده محتاره اعمل ايه، اتجوز واقعد في البيت ولا افضل قاعده في البيت مستنيه العريس ولا اعمل ايه ولا اشتغل. والحاله التانيه انك اتجوزتي ويا اما ولادك كبروا يا اما ما خلفتيش لسه. ففي الحالتين دول تقدري تنزلي تشتغلي وتستغلي الوقت ده لنفسك والطاقه دي لنفسك، ان انت تعملي لنفسك كارير وتعملي لنفسك حياه ويبقى عندك مصروفك بتاعك انت، بدل ما انت تاخدي مصروف بتستني مصروف بقى من جوزك او باقي مصروف البيت او كده. يعني انا مثلا عملت في حته اللي هو اشتغل امتى دي، انا اجلت حلمي مثلا كمذيعه ان انا اشتغل مذيعه لحد ما ابني تم سنتين. يعني بعد ما ابني تم السنتين اتجوزت الاول وخلفت، وبعدين ابني تم السنتين، وبعدين بدات اشتغل على حلمي كمذيع ان انا عايزه اشتغل مذيع واخد بقى كورسات وانزل تدريبات واعمل حاجات. بس ابني كان خلاص اللي هو ايه، كنت بقدر بقى اودي حضانه على تواصل دايما مع الناس، وطبعا الناس بثق فيهم جدا جدا جدا، طبعا بحييهم كل التحيه اللي هم بيتفرجوا عليا دلوقتي يعني الفترة دي. وانا سنتين، لان انا برضو انا طول حياتي دينامو، يعني انا طول حياتي بشتغل وعايز يعني من قبل ما اتجوز بشتغل، من وانا في الجامعة بشتغل على طول بشتغل، فدايما طول عمري محددة انا عايزة ابقى ايه او عايزة اعمل ايه. فجيت الفترة اللي هي بتاعت الجواز والخلفة دي يعني عطلت بس شوية صغيرين، بس مش قوي الحقيقة، اشتغلت حاجات تانية ملهاش علاقة بالاعلام عشان بس برضو ابقى بسلي وقتي وابقى جنب ابني، وكان ابني معايا على طول وقتها. ولكن انت لازم تعملي اللي انا عايزه اقوله من كلامي ده، انك انت لازم تعملي توازن نفسي واجتماعي لحياتك وتشوفي ايه المناسب لكل مرحله. انا قدرت اعمل ده مثلا وانا ابني عنده سنتين، حد تاني يحب يعمل ده وابنه عنده 8 سنين 9 سنين 10 سنين، مش عيب مش مشكله، بس اوعي تنسي نفسك. هي الفكره كلها من الموضوع ده، وان احنا فتحنا الموضوع ده ان احنا مش عايزينك تنسي نفسك، ما تنسيش حلمك، تنسيش طموحك ودراستك والحاجات اللي بتحبيها او اللي كنتي بتحبيها. عايزه تكرسي وقتك لاولادك في وقت معين اعملي كده، مش عيب خالص، دي حاجه كويسه. ولكن اعرفي ان بشغلك برضو وبتكوينك لشخصيتك والكاريرك انت هتساعدي ولادك في مرحله معينه، سواء في المصاريف، سواء انك تبقي ليهم قدوه، سواء ان انت مخك هيبقى متفتح ايه اللي بيحصل بره، فاولادك مش هيعرفوا ان هم يضحكوا عليكي في حاجه او يعملوا حاجه من وراكي او كده. كل الحاجات دي مهمه جدا. وطبعا في الاول وفي الاخر ده رايي، في ناس كتير تحب قعده البيت وما تقدرش على النزول وما تقدرش على البهدله، طبعا حقك 100% يا ست الكل، مفيش مشكلة خالص. أنا بس البنات اللي ملقلقة أو الستات اللي ملقلقة ما بين أشتغل ولا أقعد في البيت، لا أنا بقولك جربي تشتغلي عشان ما تفوتيش على نفسك فرصة إنك بتشتغلي أو تاخدي خبرة وتجوزي وخلفي وعيشي حياتك عادي، وعايز تعملي هولد شوية توقفي شغل شوية لحد لما حياتك تستقر وتقفي على رجلك وتوقفي بيتك على رجله تمام وترجعي تاني، مفيش مشكلة هتكملي، مفيش مشكلة. المهم إن أنت لازم تجربي كل حاجة، ما تقفليش على نفسك اختيار. بس عندنا ايه بقى النهارده احنا معانا عندنا فقره جميله جدا مع فنانه مميزه من تونس.